حلو الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام. امتحنه في أي شيء؟ امتحنوا شيعتنا عند ثلاث: عند مواقيت الصلوات كيف محافظتهم عليها، إذا أذن المؤذن ورأيت الرجل مرتبكا يبحث عن مسجد، يبحث عن مكان يصلي فيه، في الطائرة يقول أين محل الصلاة، أين القبلة، هذا فيه رائحة موالاة علي عليه السلام. وعند أسرارهم كيف حفظهم لها عند عدونا، ما كل ما يعلم يقال. وأخيرا وإلى أموالهم كيف مواساتهم لإخوانهم فيها. الذي لا يزكي لا يخمس لا يدفع ما عليه من المال، هذا يدعي أنه من شيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وفي رواية الإمام الحسن، نختمها بهذه الكلمة، يقول: لا تقل أنا من شيعتكم، هذه الدعوة لا تليق بك، أنت لست عاملا. إذن ماذا نقول؟ ولكن قل: أنا من مواليكم ومحبيكم ومعادي أعدائكم. لا بأس، قل: أنا محب، أنا أعادي أعداء أهل البيت، وأنت في خير وإلى خير. هذا المقدار قل. ولكن نعم، يقول إمامنا: إن كنت بخلاف ذلك فلا تزد في ذنوبك بدعواك مرتبة شريفة لست من أهلها، يعني لا تكن كاذبا فيما تقول. إذن من قال لك أحدهم أنك من شيعة علي، قل: أنا دون ذلك، شيعة علي من ذكرناهم في حديثنا.